السلام عليكم أعزائي حبايبي، حلقة جديدة من النباتات المنزلية. اليوم نتحدث عن أضرار اللي تسببها شجرة الكابرس. شجرة الكابرس شجرة يعني أضرارها وأذيتها أكثر من نفعها. شجرة الكابرس أولاً يعني احنا نعرف الطيور توقف على الجار. شجرة الكابرس من دون الأشجار الطيور ما توقف عليها ولا تتكاثر عليها. الطير ما يوقف عليها إلا مضطر، إلا كلش مضطر يلا يوقف عليها. الطيور عندها تحسس من الأشياء المؤذية يعني أو تأذيها، ما تروح عليها، ما تقرب عليها. فمن الأشجار اللي مؤذية حتى على الحيوانات هي شجرة الكابرس. الحلال ما يتغذى على أوراق مالته، بالإضافة إلى هي الأشجار تولد شجرة الكابرس تولد الربو والحساسية المفرطة وتقتل الأشجار. يعني إذا تزرع شجرة كابرس لازم بعد 4 أمتار أنت ما تزرع أشجار، أي شجرة قريبة عليها تقتلها. والفقرة اللي أخطر هي تسرطن التربة، يعني تسقط التربة بعد ما تفيد، بالإضافة إلى جذورها اللي تأثر على الأسجة وعلى المجاري وعلى هواية أمور، يعني هواية أمور جدا مؤذية شجرة الكابرس. راح نتحدث اليوم عن شجرة عكس هاي الأمور، شجرة كل شيء بيها مفيد، الأوراق مفيدة، الجذور مفيدة، الجذع مفيد، الأزهار مفيدة، الثمر مفيد. يعني هي هاي شجرة نعمة من رب العالمين، مع الأسف احنا محرومين معدها، بس فضل الناس الطيبة، فضل الرجل أبو تبارك والأخوان الباقين وصلت لنا عن طريقهم. هاي الشجرة اسمها شجرة النيم. شجرة النيم هاي الشجرة لها القدرة على تنقية التربة، تنقي التربة من الأملاح. أنتوا سيد العارفين تعرفون التربة مالتنا قد بها كمية من الأملاح، فإذا تنقي التربة يعني فشيء مفيد. يعني التربة نستفاد التربة بدون أي جهد، بدون أي تعب من عندنا. هاي الشجرة شجرة معمرة يصل عمرها إلى 180 عام، ارتفاعها يصل إلى 30 متر، قطر الجذع مالها يوصل إلى 2.5 متر. الأمور اللي بهاي الشجرة المفيدة يعني يمكن يراد لي حلقتين أشرح وما تكفي، بس راح يعني أقول فد شغلات اللي تكفي حلقتنا، بالإضافة إلى التسمية الثانية هي ماغوسا. موطنها الأصلي الهند وسريلانكا وباكستان. أول شغلة الفائدة من عندها تفيد من مبيدات الحشرية ومعجون الأسنان والمقويات الصحية. أوراقها تستخدم أوراق شجرة النيم لاضطرابات العين والأنف الدموية واضطرابات المعدة وفقدان الشهية وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض السكر. يعني عدة علاجات، يعني الفوائد مالتها قلت لكم إذا أريد أحكيها حلقتين ما تكفيها، بس مختصر مفيد. بالهند هاي الشجرة شجرة النيم يسموها صيدلية القرية، صيدلية القرية نتيجة الفوائد الجمة اللي بهاي الشجرة، بالإضافة إلى هي شجرة معمرة دائمة الخضرة، شكلها الخارج جدا جميل كلش حلو، أوراقها كثيفة وتتحمل أجوانة
ونتمنى يعني ان الاخوه يعني كل جهودهم ام يوفرون البذور مالتها، تتكاثر عن طريق البذور عن طريق العقل، فشيء جدا راقي. واريد من عندكم همه اخواني اعزائي، همه بسيطه يعني شيء بسيط، انت بس تكلف روحك تجيب مغلف من اي مصدر من هاي المصادر اللي اني اصلا مو من عندهم، اني هذه مجرد تسهيل امر الصالح العام، مالي كل مصلحة بهذا الكلام هذا. بس احنا ليش ما نريد نغير؟ خلينا نغير نحو الأحسن، ننظر هاي الأشجار اللي مضرة والما بيها نفع وما بيها فايدة، خلينا نفيد شوية بلدنا. نريد منك حركة بسيطة، بس مجرد انت تاخذ البذور هذه وتزرعها، تفيد نفسك وتفيد العالم وتفيد المجتمع، ونحول هذا البلد من بلد راح يعني تقريبا راح يصير صحراوي إلى بلد يرجع مثل ما كان، كله أخضر وكله زرع، وهذا فشي مصلحة الكل. نرجع يعني إحنا والله أنا يعني كل شفت أسولف على النباتات الداخلية والنباتات الخارجية وهذا، بس شفت هاي الفقرة يعني فقرة مفيدة للكل وسولفت بيها، وإن شاء الله الأيام الجاية كل فترة نسولف لكم على فد شجرة جديدة اللي عن طريق الجماعة جايبيه. أكو فقرة إخواني بالنسبة للنباتات الداخلية، عندك ليصير بأطراف الأوراق سواد، إذا مثلا نبات اللبلاب أو أي نباتات الداخلية، هذا السواد اللي بأطراف الأوراق هو سبب نقص البوتاسيوم، نقص مادة البوتاسيوم، ومتوفرة هاي الأمور متوفرة بالمكاتب المستلزمات الزراعية بكثرة يعني، بس تقول أريد بوتاسيوم يعطيك، وهو ياكو مواد جاية من عدة مناشئ إيه تقدر تستخدمها وترجع النبات مثل ما هو. بالنسبة أني كمستعمل الكومبي ستار سبق أن ذكرت لكم إياه، طحال بالبحر، هذا يحتوي على عدة مواد وعدة أشياء مفيدة تخص النباتات. مع شكري وتقديري لكم، وأتمنى إن شاء الله نقدر نستمر وياكم، وأني ممنون، شكرا جزيلا.